خالد القحطاني، لو نجي نتكلم عن الشباب عناصريا كان صعب تسجل فيه، الان في المباريات الاخيره يعني نسبه اهداف كبيره تلقتها شباك الشباب، ايش اللي قاعد يصير مع لويس غارسيا؟ اولا ابو لطيف، مشاكل الشابين اكبر بكثير من لويس غارسيا، وحتى اكبر بكثير من كونها تحتكر في منصب مدرب، لا الموضوع اكبر من كذا بكثير. المدرب الجيد ممكن يحسن لك فتره مؤقته، ممكن يحسن نتائجك في فتره مؤقته، لكن لا يمكن ان نسمع من عناصر مثل العناصر اللي تمتلكها الشباب اليوم هي عناصر تنافس على دوري وحتى تنافس على مقعد اسيوي. تركيبه الشباب الفنيه اصلا تركيبه غريبه جدا، لو نتكلم عن الشباب اللي يلعب 4 3 3 اطراف الملعب عنده اللي هو سيبا اللي هو اصلا لاعب مهاجم في الدوري اليوناني على ما اعتقد، ولا تعطيه الامكانيات الدفاعيه الجيده اللي ممكن فيها يعني يريح الظهير قدام مثل عبد الله الزوري وحتى الكابتن الشامخ، او حتى اسبريا اللي هو لاعب ممكن يكون جيد لانديه اللي تبتعد عن الهبوط او انديه الوسط او حتى ما دون الوسط، لاعب يفتقد الكثير من اساسيات الاستلام والتسليم ويحتاج الى مسحات طويله علشان يعني في 10 محاولات يكسب في 3 او حتى في ثنائيتين. اسبريا اعتقد انه في الوقت الحالي يحتاج شاب انه يفكر كثيرا ما بعد الموسم هذا وش ممكن يوظف هذه الخانه، لاني ما اعتقد ان اسبريا بيستمر في الشاب الموسم المقبل، وفي مرحله البناء اللي داخلها الشاب اليوم هو يفقد 3 اهم لاعبين محليين له في ظرف سنه واحده من يناير وحتى يناير، اتكلم على الكابتن هتان بهبري وحتى الخيبري، واليوم يفقد الصليهم مع بداية الموسم المقبل في وقت أنت أصلا جالس تصنع فيه هوية لفريق جديد، أنت جالس تضرب في أساس صناعة الهوية اللي هو اللعيبة الشبان. لو تجيب لطيفة لتشكيلة شاب اللي لعبت قدام الاتحاد بتلقى الكثير منها ما فوق 32 سنة، تكلم هنا عن الكابتن فاروق مصطفى 30 سنة، الكابتن محمد سالم وهو مدافع جيد جدا لكن عمره 34 سنة، عبد الله الزوري استقطاب جيد جدا لكن 32 سنة، حسن معاذ 34 سنة، برضو اسبرية 31 سنة، مخيتي ديوب اعتقد 32 سنة، 6 لاعبين كلهم ما فوق 30 سنة، واستقطابات شاب مع الأسف تسير على هذا النهج، إذا كنت جالس تبني مشروع فإنك تحتاج إلى أن تقلل من معدل أعمار اللاعبين، أنا أتفهم جدا لما يكون في فريق يحصد بطولات وعنده معدل هذا الأعمار، لأنه بيكون على نهاية مشروع وحتى في منتصف حصد البطولات في هذا المشروع، لما أنت تكون أصلا في وقت صناعة هوية ووقت مشروع جديد وتكون كل استقطاباتك ما فوق 32 سنة أو حتى أقل من ذلك بقليل، هذا يعني أن عندك خلل كبير في تركيبة أعمار اللاعبين. لكن البعض يرى يا خالد أن عشان تبني أو تسوي عملية بناء جديدة للفريق أنك تحتاج للقب، بعد اللقب هذا تبدأ بعمل إحلال تدريجي لهذا الفريق بحيث أن يكون عندهم شخصية في تحقيق البطولات. أختلف تماما بالوظيفة، أنا عندي استعداد أضحي بلقب بطولة كأس مقابل أني أكسب فريق عنده هوية ممتازة، وصارت كثير برا، تلقى ليفربول يضحي ببطولة كأس، تلقى برشلونة يضحي ببطولة كأس مقابل أنه على الأقل يحفظ هوية فريقه، أنا كنادي كبير كنادي ودي أنافس على بطولة دوري حتى على بطولة دوري أبطال آسيا وحتى يكون عندي شاب اللي يذكرنا فيه شاب 2010 أو حتى ما قبل ذلك يستمر في المنافسة على البطولات، في أسوأ أحواله يكون مركز ثالث، أنا عندي استعداد أن أضحي ببطولة كأس واحدة ما تعطيني نتائج عكسية مثل لو جينا نضرب مثال الموسمين الماضية الاتحاد حقق كأس الملك لكن مع ذلك هو ترتيبه سيء جدا ولا يرضي جمهوره، هذه بطولات خداعة، لكن الشباب يا ابو لطيف لو كان معدل هذا الأعمار في الشباب في وقت حصاد البطولات انا اتقبل ذلك، لكن في وقت بناء اطلاقا الامر غير منطقي، اعتقد لان هذه الركائز انت جالس تشوفها اليوم على الاقل في خلال سنتين ستذهب، من اللي بيجي مكانها؟ هذا هو صناعة الهوية جالسين نتكلم عنها.